إلهنا، من للضعفاء غيرك يحميهم؟ من للمحتاجين غيرك يعطيهم؟ من للمذنبين غيرك يعفو عنهم؟ إلهنا، خلقت فرزقت، وعلمت فصبرت. سبحانك، سبحانك ما أكرمك، ما عبدناك حق عبادتك، وما قدرناك حق قدرك. الخير كله بيدك، والشر ليس إليك. من للعيوب غيرك ساتر، ومن للعصاة غيرك غافر. اللهم إنا عبادك وإماءك، واقفين ببابك، متوسلين بكتابك، راجين عفوك ورضاك. اللهم من كان منا تارك للصلاة فارزقه حبها، وعلق قلبه بها، واشرح صدره لطاعتك. اللهم من كانت منا تاركة للحجاب، اللهم حبب إليها طاعتك حتى تؤثرك على هواها وترتدي ما تريد أنت. فأنت من تملك الدنيا والآخرة، ملكت الدنيا لمن تحب ومن لا تحب، ولن تملك الجنة إلا لمن تحب. اللهم ارزقنا بحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك. اللهم ارزق نساء المسلمين بحب الحجاب، واصرف عن قلوبهم حب كل لبس لا يرضيك. اللهم اشرح صدورنا لحب دينك حتى تسهل علينا طاعتك، وارزقنا بصحبة تعيننا على طريقك. إلهنا، ذنوبنا أظلمت القلوب ومحقت البركة من البيوت. اللهم نس الأرض ما اقترفناه، ولا تجعل معاصينا تؤثر على أولادنا ولا أجسادنا ولا أزواجنا ولا بيوتنا. اللهم اعفو عن كل ذنب نسيناه، واعفو عن خطأنا وعمدنا، واعفو عن ذنوب الصبا. ها نحن الآن نحاول أن نرضيك، أن تعفو حتى يزول أثر الذنوب. اللهم يا مالك الملك، يا عزيز، يا غفار، يا تواب، يا رؤوف، نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا سألناك بها أجبتنا، أن تعفو وتصفح عن كل نظرة حرام، وكل وقت أضعناه، وكل جرأة على محارمك، وكل غفلة عن ذكرك. اللهم إن كانت ذنوبنا كالجبال، فأنت قادر على سحقها ومحوها ومحو أثارها. فالذنوب كالزلازل لها توابع وآثار نعاني منها إلى الآن. اعفو يا رب، اعفو يا رب حتى تزول الأثار، ونلقاك بقلوب سعيدة ليس فيها انكسار. اعفو يا رب، اعفو حتى يتم الشفاء من الأمراض، اعفو حتى تصح الأجساد، اعفو حتى تنزل البركات، اعفو حتى يزول الهم والغم من الصدور، اعفو حتى تطمئن القلوب. لا أحد غيرك قادر، ولا أحد غيرك رحيم. إن لم تعفو اليوم فمتى تعفو؟ وإن لم ترحم هذه الليلة فمتى ترحم؟ اللهم لك الحمد أنك مددت في أعمارنا حتى نتوب من ذنوبنا، وها نحن نعلن توبتنا ونعاهدك على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن نقول في الله ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر دينك وننصر نبيك، ولا على أن نزني ولا أن نسرق ولا أن نشرك بك شيئا، ونحافظ على عرضنا وعرض أزواجنا، ولا ندخل بيوتنا أحد لا يرضاه أزواجنا، وأن نطيع أولياء أمورنا ونتحمل ونصبر. فالعمر قصير واللقاء قريب. اللهم صل على محمد نبيك الذي أرسلت وبه رحمت. اللهم أنزل علينا الليلة بعفو تمحو به ذنوب الأمة أجمعين، وارزق المسلمين بتوبة ترفع بها مقتك وغضبك عنها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم راضي نبيك فينا، لو كان بيننا لطلب العفو عنا جميعا. يا رب، احنا في زمان الفتن، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ارزقنا بالعلماء الربانيين الصالحين، وارزقنا بالعلم المفيد النافع، وارفع شأننا بين الأمم، واجعل لنا قدرا ومكانا، واجعلنا متمسكين بدينك، واجعلنا متبعين لحبيبك،
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك، واجعلنا بك أقوياء أتقياء، واجعل بلادنا خير البلاد، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بالشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأيقظ الهم فينا حتى نتعلم دينك قبل نزول الفتن كالمطر وقبل خروج الروح من الجسد. اللهم اجعل ديننا هو أكبر همنا، واجعل أملنا هو جنتك وهدفنا رضاك. وصلي على محمد صلاة تفرج بها كربنا، وتمحو بها ذنوبنا، وتسعد بها قلوبنا، وتخفف علينا ما نلقاه في دنيانا. اللهم صلي عليه صلاة طيبة، وسلم عليه سلاما كثيرا، وبلغه منا السلام.